اكتر من حد بيسأل عن الامساك. امساك امساك ده كلام امساك. يا سلام. بص حضرتك بقى، نقول الامساك عرض. عرض دي مرض وليس مرض، تمام، لكن 90% بفعل فاعل. اه في حد مسك؟ لا امساك. في حد مسك حد؟ هيمسك منين؟ 90% يا استاذ محمود بفعل فاعل. من هو الفاعل؟ المريض. المريض كل واحد ربنا خلق له ساعه بيولوجيه بتترن هذه الساعه مره في اليوم، وليكن الساعة 7 الصبح، 9 الصبح، 10 بالليل. له موعد. له موعد، الساعة بترن. ترن تعمل إيه؟ تديك شعور إنك عايز تروح التويلت. تمام؟ سيادتك طنشت. سهلة. يبقى إذا أنا هو زي حصل فعل لو أنا أمسكت عن الحاجة إنها ما تنزلش. لا طنشت. ورايا ولد، وراه مدرسة، موظف ورا حاجة، أي حاجة، بس بشرط مش يوم. تعودت ان انا لما يجيلي شعور التبرز ما استجبش له. وبالتالي البراز لما بينزل في منطقة معينة في نهاية القولون بيمتص منه المية، مادة فيها مية ادخلها الدم تاني المية. يتحجر شوية، البراز المتحجر ما يديش شعور تبرز. اللي بيدي شعور تبرز اللزوجة اللي في البراز. عشان كده احنا بنقول بفعل فاعل. انت اللي عملت كده. عشان كده لما يعوزوا يعالجوه ياخدوا حاجه مسيله كده يلين. يلين الدنيا. اول مره اعرف المعلومه دي. فالبراز بيجف. بيجف. طب ما مش هيدي شعور. يقعد يومين ثلاثه ما عندوش شعور تبرز. طب هخش ليه؟ انا بخش التويلت عشان عندي شعور تبرز، هو مش هخش. وهينشف. عشان كده برضو قله الميه في رمضان تلاقي ناس كتير جدا. طب مش هو مش بيتجدد براز جديد بينزل عليه المفروض يزقه؟ هو ده قفل بقى. هيتجدد، هيوجع بطنه بقى، هيتنفخ. ويبتدي خلاص. انت الحته المتحجره دي قفلت، فمنعت اللي جاي الجديد اللي برضه بيجيب في رخم. بدل فله حطيت حته اسمنت في الازازه. وعايز تفرغ الازازه، فرغها ازاي؟ ده في اسمنت. تمام. ده 90% من الناس اللي عندهم امساك. اسمه امساك اعتيادي. هابيتوال. انا اللي عملته اعتيادي. اتعودت ان انا ما اخشش اتبرز. عشان كده النصيحه الخالصه لوجه الله، اوعى ما يبقاش لك ميعاد ثابت للتبرز. طب افرض واحد بيحتاج يخش مثلا 3-4 مرات. ده كويس. ده كويس. لا ده انا خايف من اللي ما بيجي اخش. خش في ميعاد ثابت كل يوم. او كل ما تحس. لا ما يستناش الاحساس. ما يستناش الاحساس. 9 الصبح مثلا او 8 الصبح يخش يقعد. شويه بشويه هيرجع الساعه البيولوجيه تشتغل تاني. هيبقى هو ده ميعاد التبرز. انا اعرف ناس كتير يعني، وناس مشاهير وكبار يعني. يعني ده حاجه مهمه جدا بتحصل، ولدرجه ان هم زمان كانوا يقروا جرايد وحاجات، دلوقتي ياخدوا كتاب، ياخدوا التليفون يسمعوا حاجة، لأن عندهم تلت ساعة مثلا ولا حاجة هيقعدوها. هي جورنان. واحد كان زمان، دلوقتي جرايد بقى وضعها اختلف. انت لسه بتقرا جرايد؟ لا ده واحد قال لي حرام. حرام ايه؟ الجورنان تاخده في التويلت عشان في آيات وصفحة الوفيات هتلاقيه مش عارف ايه. بعدين سألت حد من رجال الدين قال لي لا حرام ولا حاجة. يعني ده انت، هل انت متعمد تاخد قرآن في دورة المية تقرا؟ لا انا بقرا الاهرام. افكار يعني أفكار. الله يعلم. هنا بقى في وصفة انا هقولها للناس. هي وصفة مجانية. طيب يا ريت. للي عنده امساك كويس زي اللي بيسأل ده. لمدة شهر. ما يخشش تولد. لمدة شهر 30 يوم. ده عشاء اللي هقوله ده. ده عشاء. عشاء. هيجيب زبادي. ويحط عليه كمية كبيرة من الردة. يا سلام. الردة دي حاجة مهمة جدا. ردة بس يبقى يعقمها في طاسة تيفال يسخنها على النار تتعقم يعني، وعسل نحل. بعديها طبق زبادي زبدياية مع شوية ردة كتير. كتير. مع معلقتين أو ثلاثة عسل نحل. تمام؟ بعديها ياكل برتقال، مش عصير.
ياكلوا البرتقال الياف. طب لو مفيش برتقال ياكل خاص؟ لا في برتقال. لا يعني لو في الاوقات اللي مفيهاش ال 12 شهر في برتقال. طيب تمام. وقراصي. قراصيه السودة سودة بتاعت رمضان في ناس عارفاها وفي ناس مش عارفاها. يسال عليها. خلاص ده عشاء 30 يوم والصبح لبوسه جليسرين عشان ما يتعورش. كل ده لبوسه جليسرين ده برضه لمده شهر. شهر بعد كده هيتبرز عادي جدا جدا جدا. يعني يتعشى زبادي مع رده مع عسل برتقان مع برتقان مع عرس والصبح لبوسه جليسرين. ما هو بقى بيعمل كده ما بيحصلوش حاجه تاني يوم يقول لك دي مش نافعه. لا ده يصبر. خلي بالك يصبر. فاحنا مش يوم ولا اتنين ده الدكتور بيقول شهر 30 يوم عشان تجيب نتيجه. ده حضرتك بتقوله ده ده عدد كبير جدا. ما انا خدت قرص وما خفيتش. ما انا عملت كده امبارح ما حصلش حاجه. لا خدت قرص وما خفيتش. ده اللي كتبته لي. خدت قرص وما خفيتش. لا كل حاجه لازم تاخد وقتها صحيح.